تهدف شرطة دبي لتحقيق يوم بلا حوادث مرورية في 2 سبتمبر المصادف لأول أيام العودة للمدارس. ساهم معنا لتكون جزءا في إنجاح هذه الحملة. قم بزيارة الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، اضغط على أيقونة الحملة، قم بقراءة وثيقة التعهد واضغط على تسجيل، ادخل بياناتك الشخصية بعناية. ستصلك مباشرة شهادة مشاركة على بريدك الإلكتروني، وستحصل أيضا على فرصة للخصومات المرورية عند التزامك بقوانين المرور في الفترة المحددة. معا نجعل طرق دبي أكثر أمانا.